السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من المرحلة الثانية من المدينة. طبعا احنا ما خلصنا اخر المدينة اخر مرة، وبعضكم خايف من الفراغات اللي موجودة في الداخل، لكن احنا بعدنا كنا بادين نشتغل. بعدنا خلصنا الشوارع، خلصنا هاي الامور الطيبة، الحين باقي نحط بعض الاساسيات اللي موجودة، لان الهدف هني شنو نسوي نحن؟ هالشارع ما بنحط عليه شيء مفروض، زين؟ بس عندنا نحن هني مثل الشارع هذا لازم نسوي فيه شو؟ ممشى. على فكرة أنا هالممشى عايبني، بتم استعمل. أوه لحظة. أو يمكن. عندنا ماشي. هبات زو كيف شكله؟ لا، ما أبغى هذا. هذا كيف شكله؟ لا ما أبغى. شكله بنستعمل هذا يا جماعة، هذا وبوشير بعد تشوفوا. والله صدقون مضبوط، والله أحسه مضبوط يا جماعة، شي أحسه يعني مرتب. لحظة أنا أحط هذا النقطة هاي هني، ولا وصل بالطريقة هاي مشكلة، بعد بيتم شوي فاضي من الوسط تعرفون، يعني اذا يجيبه هني بالطريقة هاي بيكون زين. ممشي الكورنيش ما بحطه هني ترى، شو اسمه على فكرة، ما بحط الشوارع هني زين. ممشي يكون وين المكان؟ جنب منو؟ جنب الرصيف، لانه هذا المفروض يكون بالطريقة هاي اصلا، شوية بالطريقة هاي. وصل داخل الحديقة مرة، شوفوا بنحطي لنا مفتاح من هني، بنحطي دايركت على الحديقة، شوفوا من شوي شكلها حلو على الحديقة، وبندور نفس الشكل على جميع ساعدوني باقي المناطق. والله شيء حلو بيكون. ما بيكون فيه هني عماير، ليش احط عماير في مكان مش مفروض يكون فيه عماير؟ لو يكون ممشى بس بيكون احلى وايد. وممشى ورا المترو بعد رقم واحد، ممشى حطي ممشى مالنا هذا الثاني. هني حطي هذا الممشى داخل الحديقة، ونعدل شوف هذا الطريقة هاي، نضبط الوضع هذا هني. اوكي هذا هاي اوكي، بس هني شوية لأن في حديقة، اذا نشلها بيسار نحوله علينا هنا ممشى. ممشي من هنا لين هنا سيدة.
ما مشى بهذا الشكل. الحين سوينا الحدايق لهالمماشي، خلنا نكمل عليه هني. هذا ممشى كامل هني، ممشى 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 ممشى. ويبالنا نمشي شير، نحط شير، مش هاي لا هذا الشيء سبيشل شوي. نخله هني نص طايل وما بيركب. هذي هذا الكورنيش، الشجر اوكي. الحين هذا شكل الكورنيش شكل ابتدائي يعني. الحين اللي نباه ان نسوي احتلال المكان، يعني مش احتلال، نسوي ضم خدمات. نبغى نحط منطقة تكون نوعا ما تعليمية صحية وقريبة من المركز هذا. انا افكر هذا المكان بيكون حلو انه قريب منهم كلهم. الحين بس لحظة، الترام مالنا كان يباله وقفات، وانا مش حاط وقفات ترام ابدا. خلنا نسوي لفة حول المدينة نصفية بالطريقة هاي حق ترام. اوكي نسوي وقفات ثانية عند المترو، وقفة هني ويقف نفس وقفات الترام اللي هني ويرجع. بغطي المكينة المدينة كامل بشو؟ بالترام هذا. شوف الحين ترام مالنا قام يطلع. ما عندكم مشاكل في الترام لان الشوارع مسويه حق الترام، الشوارع الداخليه اللي نحب نحاتيها. الحين بنحط شو المترو مالنا هني، بس يباله تعديل لان المترو هذا مش حلو بالطريقه هاي. بس هو حلو، مش انه مش حلو، بس يباله عنده شيء. بنحطيه للممشى هذا، انا عايبني الصراحه بستعمله حق المدينه بشكل عام. هذا الممشى انا الحين بند السنيبنج تول فبروم احط راحتي نوعا ما. بعد يبغى له ويتكتكه لحظة هني. اوكي الطريقة هاي نحطي عنده دكاكين صغار جدا، ونحطي عندهم هم الاثنين يبغى له حديقة صغيرونة. هذه مثلا عند الممشى اصغر، هاي اكبر. الحديقة الصغيرة مالنا وين؟ ما عندنا حدائق صغيرة هني. شو جابانيز جاردن ممكن نحط الباركنات؟ لازم باركن بيكون هني على الاغلب. باركن وين احطي حقه؟ في تاكسي في كل شيء بس ما في باركن. لحظة خلنا نحط يا عيال ملعب هذا. هذا زين، ونجيب من عنده نكمل الممشى هني لين هني. في هذا نفس بارك عند منو؟ عند الترام هذا. بس الناس تقدر تتريا يعني، الناس تقدر تسوي شيء، تودي عيالها مكان، في دكان، في شيء. انزين شكله المناطق السكنية اللي هني ما تكفي، بس المناطق الداخلية اللي عند المركز مثلا هني ما راح تكون مناطق كبيرة، مناطق صغيرة، بيوت صغار، ما عندهم دكاكين طبعا. زين خلي هالبقعة فاضية، نحط فيها دكاكين. اوكي مش دكاكين، خدمات هنا.
المنطقة نفسها هاي أحس يبالها تعرفون شو؟ عماير تجارية صغار، شوفوا هالحجم. خلنا نسويها أبو حبتين، هذا أبو ثلاث حبات، هذا ثلاث حبات، هذا ثلاث حبات، هذا أربع حبات، هذا ثلاث حبات. نسوي لهم ممشى مثلا من هني لين هني داخلي لين المقبرة، هني ممشى. ما لنا حاجة انه نعقد المواضيع. صبر، هذا ورا البيت شوفوا. وبالطريقة هاي نقعد نرسم مثلا، نمشى هاي اختصارات داخل الفرجان، يعني اختصارات بس شو اشكالهم تكون شوي تضبط المكان. يعني اذا هذا بيجي من شارع هني وين ما يكون، دق الاختصار لين هذا الشارع يكون عندهم مكان يمشون فيه. وهذا اذا بيمشي من هني لين هني وبيجي لين الشارع، اوكي. هذا كذلك بيمشي من هني لين نقطة الشارع الرئيسية. ناس اماكن عبور حق الناس. هي العماير الصغيرة حلوة، مشروع ناجح، مشروع ناجح. العماير الصغيرة مشروع ناجح، واللي يبى يسوي لحظة ما يسار تعليم خلى براية، هذا هو. اللي بيروح مكان مثلا حطي لهم لعبة هني حق صغارية، مش زون، مش حديقة، مجرد لعبة. ترى هاي ميزتهم. زين، نحطي لهم ممشى. زين، شوفوا ممشى من هني لين هني حول هذا، ونحطي عنده وين صار، مش سوفينير شوب، لا، نبى الكافيه مالهم. نحطي لهم الله يعزكم حمامات، سوفينير شوب، محل اروم احط. هل حلو فيه؟ شوفوا الحلو في هالعماير، اروم احطيهن على شو، على الشوارع الداخليه. احلى ما فيهن، احلى ما فيهن. خلني مهني هاي لين مهني، المفروض اني اعدل الارض شوي. لحظه، اذا اسوي ارد احطي، ما اعتدل، اذا ارد احطي بهذا الاتجاه نحطيه هني. زين، اوكي. مهم شيء المبنى سيدة، الارض مش سيدة ترى. زين، وبنحطي لهم، كان في كافيه احيد على ما اذكر هني. لحظة، كفي 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 كفي. خلنا نحطي لهم لوحة في الوسط. زين، نحطي لهم كراسي عند الكافيه، مش الكافيه اللي هو محل هدايا هذا. الجو حلو، العالم تقعد تستانس. شوفوا، زين، وبنحطي لهم الا الحينة نحطي لهم بعض الامور على اساس انا كمنطقة صغيرة ما لدى يروحون الحديقة اللي برا، ممكن يجون اماكن صغيرة داخل، يمكن يسوون وايد شغلات. بس انا اذكر كان في كافيه، يمكن مش هني، يمكن في الحديقة هني، هي بارك كافيه. رود سايد، ليش هاي؟ ليش رود سايد؟ ليش هذا ما يسدها؟ اوكي، مش نفس الرستروم. زين، بنحطيه على الشارع هني، وبنحطي لنا مال شطرنج في الفريج، ويكون وايد اوفر. لا، بنحطي هني شير،
اعطينا الشجر الاولي مالنا هذا هني بالطريقه هاي، وبنيه هني على الشارع، بنحطي لهم المدخل مكان عبور مشاهني، مكان عبور مشاهني، بحط هني شارع داخلي، بحط عبور مشاه، بحط عبور مشاه هني اساس الناس تشوف ان عنا عالم رايحة رادة على المكان هذا. اوكي عبور المشاه زين ولا مو زين؟ خلينا نشيل من هني نحطيه هني. اوكي وهذا نشله من هني نحطيه هني. لا هذا مكانه زين، شوف لا هني احسن، وهذا كذلك لا هذا مكانه زين، هذا بعد مكانه زين. شوفوا الحين استوى في نص المنطقه، شو مكان جميل، ناس بتي طالع تستانس تضحك، شوفوا الناس تسكن تسوي، عندهم هني لاب شرطة ومساجين ما اعرف ليش بيستانسون، بس بنقول يعني. انزين الحين اقدر انا بهتم في المنطقة هاي وخليتها فاضية وما حطيت فيها شيء حلو، هاي اللي بحط فيها سوالف في سيتي بارك. كنت ناوي احط سوالف في سيتي بارك اللي هي الشغلات الراهية مال اللي عندهم فلوس. نبغى نحط اول شيء داخل المنطقة الشارع مال سيتي بارك. وين صار؟ بحط الشارع من هني لين هني زين، ونحط تشوف هاي السوالف تركب داخل ولا لازم؟ لحظة هاي السوالف تركب هني؟ لا لازم على الشارع، سيتي بارك خقاقين بعد ما يحطون اي مكان. زين لازم رود سايد اور بارك اريا، ممكن نسوي بارك اريا عادي. دقيقة ما يبغى شيء، لحظة اني بهني برش الصغير بارك اريا، هاي منطقة حديقة. زين بنحط عندهم بوابة صغيرة اللي هي هاي بيس رد اكيوبايد، بنحطيها هني، بنوصل هذا الشارع في هذا الشارع، بنحط للعالم اول شيء اللي ينزلون من دواماتهم اول شيء على المدخل كافيه حلو، وبنحط لهم الله يعزكم حمامات. يو ما ركب بعد، اللي ركب كان مضبوط. زين بنحط لهم الحمامات اخر شيء، بنحط لهم بعد مارش ترنج. انا بحطي مارش ترنج، احس انه شيء راهي يا جماعه، والله احس مارش ترنج حق الناس اللي هني يعني، تعرف ينزل من الاجتماع فوق ياخذ له جيم شطرنج مع ربعه، تعرفون اذكياء مليونيريه وهذا وكذا وفلوس وشطرنج ما له داعي اقولكم يعني، تعرفون يعني ما شاء الله اذكياء. انزين نحط لهم سيتي بارك. غيرت الوك داخلي ما ينفع، لحظة دقيقة خل نشيل هذا بالوك الثاني. نوعا ما اخترب اللحظة لان هذا كبير بعد ترى، صبر صبر خلنا نشيل هذا من هني، احطي لهم هم يدخلون. انا ما اعرف فايدة البوابة، يمكن بس لانه ما اروم احط الاغراض بدون شو، خلنا نحطي لهم اياه هني بالضبط على اساس الكونكريت ما يبين خربان، عرفتوا؟ حطيه بالطريقة هاي، شوف شكل الشارع ممتاز. خلنا نلزق هذا بعد وين؟ المبنى هني مرة ورا المبنى يكون ممر. اوكي والحين بنحط لهم شو؟ وين صار؟ هذا هني. اوكي حسبت اخترت الغلط. زين شو ما احط مباني اصغر؟ ترمبولين هني لا، شركات منو بيلعب ترمبولين؟ منو بيلعب هاي مال ياهال؟ لا ما بيلعبون هالسوالف، يا انهم بيقعدون في الكافيه زين ولا بيقعدون في الحديقه اللي هي نفس هاي الطريقه هاي، شوفوا هاي بعد ما بيقعدون فيها وايد. فانا اشوف الشطرنج يمكن احلى شيء حق المنطقه هاي لانهم اذكياء وكذا يعني.
ايوه لا تكسر شيء دخيلك. شوفوا هسه اشترت فنان بيقعدون بيتكلمون على البزنس كله. شوفوا اشكالها مغنيان، شكلها غنيان، شكل عنده فلوس. ناس مداوم وهو قاعد يلعب شطرنج. والله يعني واحد لازم يكون يعني عارف شغله. هني قلنا الريست روم، الريست روم طبعا عند المدخل هذا. هلا نحطيه الطريقة هاي. وعندنا يلسات خفيفة، بحط يلسة هني ويلسة هني، وابى اليلسة الصغيرة. يا الله تجلس عدل. ايوه هني. وما بكراسي خلاص، اللي ابى احط الحينة كم شجرة هني. واحد اثنين واحد. خل الناس تقعد في مكان في شير، خلهم يستانسون. هاي شغلات مصغرة يعني، ترى احتماليات اللعبة هاي لا تنتهي. شوفوا يعني هاي المنطقة، هل تصدقون انها في نص المنطقة التجارية مالنا؟ مدخل العمارة من هالصوب يعني، حتى مدخل العمارة لحين ما زينا. زين الحين لانهم عندهم فلوس هاي لنا بباركنات، فخلنا نحط لهم باركنجز، لان عندهم سيارات غالية عرفتوا؟ سياراتهم الغالية لازم تبركن مكان عدل. انزين فبنحط لهم باركن طاقة شمسية. الباركن حطي لهم، شو رايكم؟ شارع شجر اول شيء. زين ثاني شيء في الشارع هذا اللي هو نحطي فيه الباركن، هل بيركب؟ بيركب لكن بيكسر ليش ثاني، فما ابغى. زين فابغى احطي لهم شارع صغير، بس ما عندي شوارع صغيرة وايد. انا عندي سمول ابني والتريز، خلنا نشوف هذا. زين اذا ضبط حلو، اذا ضبط بيكون وايد حلو. زين ونحط في هذا الابني وهذا. شوفوا المشكله هذا ملتزم في مربعات منو دائره نفسها، فبيكون صعب. وانا ملتزم بالتقاطع هذا لانه ما بخرب التقاطع. فشو اللي بيستوي؟ انا ما بحط لهم هذا الباركن، ابغى احط لهم باركن. احيد كان عندي باركن اندر جراوند، بس والله نسيت وين كان. المود هذا فتره وقف يشتغل، ما كان يشتغل فغيرته، ما نزلته مره ثانيه. والحين ما تاكدت اذا هو موجود ولا مش موجود ولا بعده خربان. انزل هاي الحاله، حط لهم ثلاث باركنات نفس هاي. شوفوا اهم شيء المكان ممنوع فيه باركنات كله، صح؟ ما في حد بيباركن، صح؟ شوفوا هذا اللي ما داني، هذا اللي ما احبه. انتم في منطقة محترمة، لو سمحتوا لا توقفون على منو؟ على الشارع. شوفوا خلنا نمنعهم من الوقوف هنا. اي خدمات اي شيء ترى معناه وظائف، هالشيء حطوه ببالكم. ونحن عندنا مشكلة في عرض والطلب في السوق الحين، شوي الوظائف مسكرة على قولتهم. هني اصلا في باركن على الشارع هذا، فما بخليهم باركنين، هذا اصلا مساحة باركن، فحرام اخليهم ما يوقفون. انزين بس اللي حدث انهم وقفوا هني، تأدبوا يعني. يا حبيبي الدبابة، عند الدبابة راكب السيارة، بكنسلك، ما اقدر اكنسله. عنده اكس تعال، ليش دبابات واقفين على المساكين هاي؟ والله انهم مساكين، نخلي الدبابات توقف فوق رؤوسهم. انزين حطينا باركنين هني في نص المدينه. نبي ندلع الناس اللي تشتغل هني، فبنحط بعد هني باركنين. ابى احدد المساحات شوي بعد بالطريقه هاي. وبنحط لنا باركنين هني، وعلى اساس احنا منعنا الباركن صحيح، فلازم نحط الحل البديل لهم على اساس انه ما يزعلون العالم. هذا خلاص بس هذا باركن. زين زين وخلنا نشل، بس تعرفون شو نسوي؟ نيب هذا الشارع شوي هني هذا شوي هني. اشوف اوكي خلهم يكون الحين، اشوف احسن، هي وايد احسن. انزين ومستحيل هالمكان ما يكون فيه ساكنين ناس، ترى مكان يعني جبار الصراحه، مكان جبار.
فبنحطي بيوت هني وبنحطي بيوت هاي الناس البطرانة هني عماير صغار. هاي الشركة بتكون هني والشركات بتكون هني من داخل. شركات عند الباركن هذا ولا لا؟ شركات هني. اما الناس اللي ساكنة في البيوت راح تسكن اماكن اوسع شوي. نزيل ونسوي لهم ممشى نفس الممشى مال منو مال الحديقة. اوكي لان نمشي على الثيم هذا نحن هني الحين نمشي على هالثيم. ناس عندها فلوس هاي ما نقدر نزعلها فنحطي لها باركن بو ممشى بو حشيش بو شير لازم. اوكي هذا ممشى رقم واحد يعتبر نوعا ما اختصار. والممشى هذا بيمتد من وين لين هني لين هني على اساس لو واحد ساكن هناك وبركن سيارته هني يقدر يمشي صار بدل ما يصير الشارع هناك. وهني بعد شارع بس انه شارع مخصص جدا لهم بالطريقة هاي. انزين وهني نفس الشيء بنسوي ممشى من هني لين شوف ما نخرب الزون كامل لين هني لين هني. واللي سكن هناك عافية عليه والله. وهذا هاي بالطريقة نجيبه في نص الشارع. طريقة هاي عندنا ممشى داخلي هنا. والله صراحة مركز مدينة طيب يعني مش سيء أبدا يعني خاصة ان مستوى المعيشة هني عالي مفروض يكون. شوفوا ايه هذا هي وايد عالي مستوى المعيشة بعد يباله شوية مش وايد. اذا نحطي مبنى مميز زين نفس مثلا مستشفى ضخم. اوه شوفوا كيف ركب هني شوف شوف بالله عليكم يقول دخيلك حطنا هني. شوف ترجاني هو تو ترجاني والله احس ترجاني. شوفوا ها مستشفى هذا منتجع. انزين بما ان العالم هني فريج البطران على قولتهم هاي القطاوة الراهية بنحطي لهم هني سونا او كوميونيتي بول. بنحطي كوميونيتي بول احسه لازم يكون مع الناس اللي دخلهم اضعف اصلا في كل الاحوال. لان شو عندنا نحن بعد يوغا او هو مال البطرانين فول اليوغا. الناس عندها فلوس ما تعرف تسوي. انزين يسوون يوغا. انزين نسوي لنا ممشى. ما اقدر احط ممشى جنب هذا زين خلف هذا. اوه هذا مضبوط هذا الممشى مضبوط. وممشى تفرعي لين عند الباركن قرب الباركن شوية ما عليه مشكلة. انزين وهذا خلنا نحطيه بالطريقة هاي بالعرض على اساس انه يحتل المكان كامل. وخلنا نشل هذا خلنا نشوف لحظة شكله الباركن احسن بس نوعا ما احسن بالطريقة هاي. هي لازم يوغا جاردن ابى احطي لهم بعد سونا. لحظة سونا وين سونا ابى احطي تعرفون وين ابى ادخل غصب في مكان ما هني عند هاي الباركنات. عند هاي الباركنات شكله زين صح ويكون احلى لو حطينا برج المطافي العود هني. قريب منهم هي قريب منهم زين بالطريقة هاي. الحين باقي عندنا زونز نحن ما سويناهم انا بسويهم سكنيات لانه وايد حلو يكونون زونز السكن هني. شوفوا
هاي بس بسويهن تجاريات صغار. ولا أقولكم شركة في حال احتاجنا شركات خلت تطلع، بيطلعون في المستقبل. أما هني الباقي بيوت، عندهم باركنات، عندهم كل شيء. هاي العماية الراهية اللي عندنا تطلع في مركز المدينة، شوفوا لأن مركز مدينة محترم. إنزين التعليم، التعليم راح يكون عندنا وين؟ بالطريقة هاي هني. فشو بنسوي؟ مشكلة التعليم الوحيدة ان المدارس، حتى لو انا اثر احطيها الحين خلينا نخلي فراغ واحد بينهم، مدرستين صح، ما راح يغطون المنطقة كامل، لازم اي واحط في هالمنطقة مدرسة قريبة. هاي مشكلة المدرسة الوحيدة. فبامكاني اني مثلا احط في مكان غير مستغل، لان نفس هذا شو مدرسة، خاصة ان في ممشى مهني لوين لين هناك، والكورنيش خله ما نبغى هني يوصل، ما نبغى هني يوصل صح. زين، واللي نحتاجه ثانوية، طبعا ثانوية بطران بتكون هاي. انزين منطقة تعليمية بتكون فيها ثانوية بالطريقة، بأسير مكان شوي باصاتي من توقف توقف عدل. انزين وبنحتاج طبعا الشيء الاساسي الجامعة، الجامعة لازم تكون كبيرة شوي. انزين بشو بنسوي في الجامعة؟ بنأخذ القسم هذا، بنحط الجامعة بالطريقة هاي. اوه الشارع تعبان، والله مش تعبان، حلو الصراحة، والله شارعنا حلو الصراحة. خلينا نحط لهم شير، عيالنا يدرسون مدارس بدون شير ما يستوي. هني بتبدأ النشاطات كلها حق المدينة، يعني معظم النشاطات راح تبدأ هني. حلقة شوي طويلة ترى. كنت أتمنى إنه يستوي مكان، ممكن احط الجامعة هني ترى مش قضية كبيرة، بس افضل انها تكون لداخل حق الزحمة. فشو بسوي؟ خلوني اجرب نشل هذا هني وني بالشارع هذا بالطريقة هاي، نحط الجامعة بعدها. جامعة شو زين، الجامعة الثانية كيف ترتيبها؟ اكبر بعد يا حبيبي. زين عنا زين نحن جماعات منزلينها مسارة الجامعات، انا متأكد منزل جامعات. انا المكتبة بنحطي بالصبر، انا منزل كم طالب يشيل 4500، اشوف بعد كبيرة. هاي بعد جامعة. زين بنحطي جامعة طبية رقم واحد، هاي جامعة طبية على فكرة، يعني مفروض انها تكون، بنحطيها الجامعة الطبية. ايوه الطريقة هاي، بنرجع شارعنا نحن من هني دين هني اوكي، وبنحطي لنا هاي بعد جامعة، بس ما اذكر مال اي دولة كانت، بس انا جامعة واحدة، هاي جامعة طبية. انا جامعة ثانية في المنطقة. زين هاي جامعة طبية ولا سايكولوجي اسمها، سايكولوجي في السايكولوجي ديبارتمنت، مهم بحث طبي. زين الجامعة طبعا هذاك اول نحن نسوي جامعة ونتوكل، ما يستوي الحين خلاص. الحين جامعة لازم تكون منوطة بمجموعة خدمات، اول شيء يكون عند الطلاب على الاقل مكان يمشون فيه. شوفوا هاي الشغلات اللي تخلي مكاننا جميل. واي شيء ما نبغى ترى بشله في الدرب، بس يكون عندي الحين فكرة اساسية انا كيف تخطيط ماشي. شوفوا عندي تخطيط يعني يكون ماشي بطريقة طيبة. شوفوا هذا القسم الاول، القسم الثاني بالطريقة هاي. هني بيكون في دكاكين وهالسوالف اكيد. زين بنحتاج حقهم اماكن ترفيهيه اللي هي النشاطات حق الطلاب، لان الطلاب دائما يحتاجون نشاطات اكثر من غيرهم، لان صغار حركيين ما شاء الله عليهم. يعني بحط لهم كالعاده ملعب، من الشغلات المفضله عندي دائما احط هي الملعب، ما اعرف ليش بس دائما احب احط الملعب في مكان ما. هنا بنحط الملعب هني، بنرد الممشى، برد عقب الممشى ما عليه.
بحط ملعب، مش ملعب، بحط لهم بعد اللي هو هذا يسار، ايوه اللي هو المسبح، لازم مسبح طلاب ومسبح رقم واحد بيكون. زين بنحط المكان الرياضي هني كامل، بنسوي هذا هني، ونعتبر المسبح شيء رياضي وصحي في نفس الوقت. طبعا اذا هو رياضي هو صحي، هذا شيء اكيد لا يخلو منه. زين وبنحط لهم اخ وين صرتنا، بنحط لهم شو بعد، بنحط لهم اكاديميه، افكر اكاديميه ولا هي هذا سجن. بس يبالنا تعرفون شو، مبنى سكني هذا، حط لهم هذا، شفت المدنة ابى اجربه، هذا ينفع سكن جامعة؟ هي 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 هي. ينفع سكن جامعة، هذا مضبوط سكن جامعة مطلوب، تشوفونه مضبوط صراحة سكن جامعة. بيلدينج اوريدي اكزيست، يعني ما اقدر احط اكثر من واحد. انزين هذا السكن الجامعي، بس السكن الجامعي ما بيكون هنا، السكن الجامعي بيكون مقابل بيت الحالي منه الجامعة بالطريقة هاي. وطبعا كل عام مثل ما تعودنا نحن الحين لازم نحط لهم ممشى، الممشى بيكون بالطريقة هاي، الطريقة هذه، الطريقة هاي. المكان عبارة عن ممشى، وهذا المكان عبارة عن شجر في النص، بس نبى نيب هذا الشارع بالطريقة هاي هني. شوفوا شارع جنب شارع عادي مو مشكلة، شارع داخلي وشارع شو خارجي تشوفونه، وواقف في النص عادي مو مشكلة. والممشى اني بشوي اقرب اساس يلتحم مع منو، مع الشارع، ويمشون للشارع. اني بماشي المدينة بالطريقة هاي تشوفوا، تجي عندنا منطقة ولا احلى. حط هني شوي شير، حط شجرة شجرتين هني، تجي عندنا سكن جامعي تحت شجر. زين وجنبه بيكون شو اللي هي هاي، يسار الخدمات مالهم اللي بيحتاجونها هني بالمستقبل، كلهم بيحتاجون الخدمات هاي. انزين بيحتاجون بعد كمدارس، لازم يكون عندهم باصات، من اهم الشغلات. انت انا عندي مدرسة وما عندي وقفة باص، هذا شيء خطير. انزين باص، باصين، ثلاثة، اربعة، سكر. بتقولوا شو قاعد تسوي هذا، تخبر؟ لا بخبرك، لان هذا بيجيب الناس من صوب نص المدينة، بيمر بيطلع بيروح الترام، بيجيب لمجموعة ناس وتنقل الباقي داخلي. اوكي وبني بنقطة ثانية، يطلع يروح يجيب الناس من هني، ويجيب الناس الساكنة هني في حال حد ساكن هني، ويجيبها من برا. النقطتين يكفون وزيادة حق المدارس ترى، لا تقولوا ما يكفون، يكفون بالزيادة. طب شو بالزيادة، في بعض الطلاب طبعا عندهم فلوس لازم نعطيهم ينزلون بتاكسي، ولا واحد ما حصل باص طاف الباص، ولا الموضوع مش موضوع بس فلوس يعني. بنحط لهم هني بعد ممشى، الحين بعد شوية بنحط لهم ممشى من هني، ايه هني هذا الممشى الجديد مالنا عند الملعب، بيكون بالطريقة هاي. خلنا نسحب هذا شوي، خلي عدل، خلي عدل بالطريقة هاي. طبعا لازم لازم المكان يكون مزين، بدون تزيين ما ينفع. ملاعب دنيا محلاهم، يتمشون منطقة هاي، ها
ما لا ولا لا داعي بحديقة. ها خلنا نحط الشير. طب ها وايد قوية الفرشاة. زين هني مثلا خلي احط شوي عشوائي. شير الحين اقدر احط شيء هني، مش محتاج ادرس المنطقة يعني سوالف، بس على اساس انه اسوي شكل المكان حلو. بعدين الناس هني بتي حق الملعب، ناس بتي حق هذا الثاني، وبتروح الناس. زين الحين في ناس اكيد ساكنه هني، مدرسين غيرها السوالف يحتاجون سكن، هاي اللي بنعطيهم سكن هني، هاللي يمشون للشغل. الجامعة ماخذ السكنات هاي يا ستي بهم لين الدوام يوميين يقعدون ياخذون، ولا الدرب هذا يمشونه، فيكونوا عايشين في مكان حلو في نفس الوقت، يعني ما يعذبون الطلاب. يعني مدرس مرتاح يريح الطالب، يمكن ما تعرفون، ولا يمكن يحس عمره بطران ويستوي فقاق، ولا ما اعرف. انزين ابى احط مترو حقهم، ما اعرف، اتشاور اتشاور بشوف شكله، اذا شكله عيبني في المكان في مترو قريب احس ما له داعي، وايد ازعاج، اسوي ازعاج وايد. مش لازم اعبي المنطقة الحين، خلوا المنطقة، لان المناطق الحين شوفوا شوف شكل المناطق، انتو المماشي هذا، الدنيا تسوون زوم تطالعون، عندهم حدائق، شوفوا عندهم العاب هني، ناس تي، شوفوا هني، شوفوا المدخل انتو، بس شوفوا المدخل، ندخل هالمكان هذا، شوفوا اللي يدخل يزور المكان يحس المكان يعني فيه خير، يحس المكان اقشر، يحس المكان فيه خير. بس هالشارع احس لو احطيه شوفوا ست شوارع شير، احس احلى بيكون، بيبين ان احلى، هي يمين ويسار شير احلى، شوفوا هي احلى احلى، احس المكان احلى استوى. لحظه بعد باقي الشارع، ايوه انزين، احس المكان احلى بالطريقه هاي. اشوف هذا بعد باقي، اوكي اعرف في حد بيحتشر علي في الشات، المداخل، هذا حركناه، خله برايه هذا ما عليه مشكله. انزين عقب بسوي له صرفه انا، بشوفوا شكل المكان، شوفوا هذا في مهبط هليكوبتر، هل الهليكوبتر وين رايح؟ سجن مال منو هذا؟ هليكوبتر الشرطه بس اشتغل، حليله كفو والله، بعدي احمي الوطن، احمي الوطن اقول لك. زين مهم زين ما زين، او بوب بوب، ليش زعلانين؟ ليش كلهم زعلانين؟ على شو زعلانين الجماعة؟ ما فهمت انا. انزين هذا مركز المطافي، وايد شغلات ممكن اسويها، بس انا بتزيد الكثافة السكانية قبل اني ابدأ اتفلسف. بس انا بحط لكم شيء الحين براويكم في الحلقة الجاية شو كيف يكون مستقبل المكان. يعني انا منزل شغله بعد حق الشغله هاي ترى، لان بنشتغل على المينا شوي خفيف، اعاده احياء المينا بنسوي، اوكي بس الماني هني، ايوه ريفر بورت، هذا اختيار غير موفق، هذا تعبان، عندنا كارغو هاربر، هذا غير، ها حق مكان صغير، وعندنا يدار حق، لا بس شو اللي الفكره اللي راح توصل لكم الحينه، هذا هاربر مودرن بس مش قادر احصل لي عليه فيو، ممكن اسوي هني عقب يوم ترى في هني بيكون الفلل مال العالم الراهيه قوي، يعني اغنى ناس راح يكونون هني محاوطين، يمكن بهاي واي وخدمات سبيشال ومحطه قطارات خاصه فيهم، وعندهم اكسس من الهاي واي هني واكسس على المدينه، بسوي لهم شيء حلو يعني. بس اللي ممكن تتريونه منه المواني الحلقه الجايه، بيكون في مواني في الموضوع. زين بس خلوني اوصل بشارع لحظه، زين بيكون في مواني في الموضوع هنا، هذا شيء لازم تتاكدوا منه. المواني بتكون عباره عن بالطريقه هاي مسويه، مش بالطريقه هاي بس يعني هاي اللمحه، اللمحه عن المواني وشو ممكن نسوي نحن في شو الحلقة الجاية، أساس إنكم تشوفونه. وين الفيرستوب العود هذا؟ زين هذا الفيرستوب العود. زين
خلنا نوصل. أبى أسوي مجموعة شوارع، يعني بسوي دوار عود أصلاً، كل ولا تقاطع ولا شيء من هالقبيل، بسوي إن كل واحد يروح بشكل، عرفته إن كل واحد يروح بدرب الدوار كل اتجاه مختلف. بس الحين الفكر العام اللي تتخذونها مثلاً بيكون في شارع من هني على البحر تحت الجسر هني يمر هذا من ورا منو؟ شوف الصناعات البترولية من ورا بنمر. تصريح سبيشل هذا لين وين؟ لين النهر هذا، هني اللعبة. شوفوا لين نوصل لوين؟ لين نوصل للخط منو؟ هذا. بنسوي خط ثاني، شوفوا بالطريقة هاي، هم يمرون شوي بعاد عن بعض. زين الطريقة هاي ترى مسافة وايدة، مسافة ما اعرف منو هالانسان اللي يبي ياخذ هالمسافة هاي ويصير فيها الصراحة. يعني هذا واحد شجاع، مش هم من الوقت، واحد فاضي بعد. ونوصله لمركز مش مركز المدينة لين هني، ونرجع للنهر هني. يعني بيستوي عندنا، والله ما اعرف انه بياخذ الدرب هذا الصراحة، والله في حد بيروح شكله، تصدقون؟ هذا بيكون المستقبل. يعني نبي نشتغل على مينا ثانية، يعني الحين بفتحها من الوسط بسوي شوي شغلات، هذا بشله بعقه مكان ثاني. تشوفوا السفن قاعد تتسوى هني، السفن غلط تتسوى هني، السفن المفروض تتسوى مكان ما هنا بصراحة. يعني وهني اللي بالي بالها شوي ترتيب. زين يعني كصناعيا هاي اوكي، صناعية في وجهكم بس بعد. يعني فنشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله على خير. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم كالعادة، كل شيء بتحتاجونه بيكون تحت في الديسكريبشن، افكاركم وغيره تكون موجودة. مود الليل للحين الكل رافضنا، فسوري اذا ما رجعت مود الليل، لان في مش الكل لكن في تصويت على مود الليل. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.